الهاف لايف. يا سلام، انا شي تعرف كذا هاف لايف. قال اول شيء تبدا لي هو الزمن. لما قلت هو الزمن انسى انه في تعريف صحيح. هو الزمن اللازم لخروج نصف جرعة الدواء من الجسم. السؤال رقم 2، ليش نص الجرعة؟ ليش ما تكونش ربع الجرعة؟ ليش ما أقولش خروج ربع جرعة الدواء من الجسم؟ شوف فرق، في حاجة اسمها هاف لايف وفي حاجة اسمها ديوريشن اوف اكشن. الاثنين غالبا ما فيش بينهم علاقة. صح احيانا اقول لك خذ كل 8 ساعات وتكون حق الهاف لايف 8 ساعات، لكن في ادوية عندي انا اعطيك اياها، مثلا سيبروفلوكساسين يا دكتور حبة باليوم صح؟ كم التهاب حقه؟ 4 ساعات، نصف عمره 4 ساعات. بس الديوريشن اوف اكشن حقه كم؟ 24 ساعة. ليش؟ لانه انت لما تجي تقيسه في الدم ما عادش موجود. وين هو اصلا؟ في الانسجة والخلايا. 4 ساعات هاف لايف. طيب ديوريشن 24 ساعة بخليه ربع، ليش بتكون نص؟ ليش اقول لك هو الزمن لازم لاخراج نص جرعة الدواء من الجسم؟ سمعتوا بحاجة اسمها ثريست اوردر وزيرو اوردر؟ يا شباب الثريست اوردر يعتمد على كم كمية التركيز الدواء الذي موجود في الدم. هذا فريست أوردر، ولأن عندي معظم الأدوية 95% من الأدوية تسلك سلوك الفريست أوردر. ليش؟ أنت لو جبت 1000 ملغرام يخرج لك 500، جبت 10000 خرج لك 5000، جبت 20000 خرج لك 10000 ملغرام. عشان كذا يعتمد على التركيز، كامل التركيز الموجود في الدم هو بيخرج لك 50% منه لأنه نسبة. هذا فريست أوردر. ليش؟ فريست أوردر. اما الزيرو اوردر هذه لا، هذا معروف مثلا، ها مش ثابت، مثلا 10 ملغرام كل ساعتين، طيب بعد ساعتين اخرى 20 ملغرام، طبعا 10 و10 زادت، ها بتزيد 10، 10 ملغرام بعد ساعتين اخرى، طيب ساعتين وساعتين بتصير كم؟ 4 ساعات، 4 ساعات كم صارت؟ 20 ملغرام. هذا زيرو اوردر، بمعنى انه يخرج كميه. أنت جيب هنا إن شاء الله 1000 يخرج 10، جيب 100 يخرج 10، جيب 10 يخرج 10. أما صاحبنا الثاني فريست أوردر لا، جيب 10 يخرج 5، جيب 5 يخرج 2.5، جيب 2.5 يخرج كم؟ 1.25، وهكذا. عشان كذا أنا قلت لكم شرحت لكم هي هنا اللي هي هذه. أيوة مثلا لو أخذ دواء 100 ملغرام وكان الهاف لايف حقه 12 ساعة، بعد 12 ساعة يا شباب، شوف الهاف لايف من المصطلحات المهمة التي يجب عليك كصيدلي انك تفهمها. صعب تخرج للسوق يجي واحد يقول لك يا دكتور انا اقرا نصف العمر نصف العمر. ما هو نصف العمر؟ ما تدريش ايش تقول له صح؟ طيب 100 ملغرام يا شباب بعد 12 ساعة رقم واحد كم حيكون التركيز؟ 50 ملغرام. طيب بعد 12 ساعة رقم 2 24 ساعة كم حيكون التركيز؟ 25 إلى 0، لأنه يعتمد على التركيز الموجود في الدم، فبتكون النتيجة 25، وبعدين 12.5، وبعدين 6.25، وبعدين 3.125، وهكذا. ففكر الهاف لايف رقم واحد هنا، 2 3 4 5 هاف لايف. وتعالوا شوفوا القواعد، قواعد رسمية مع كل الأدوية مع كل هاف لايف. طب تعالوا شوفوا القاعدة رقم واحد، 5 هاف لايف تحتاجها لإخراج ما نسبته 97% من الدواء. قاعدة عامة ثابتة لكل الأدوية بأي جرعة تشتيها، وحسبها على أي جرعة تشتي حتى إن شاء الله تعطي 1000 ملغرام، تحتاج 5 هاف لايف بس. عشان كم تخرج؟ 7. تعال نحسب على 1000، وكم هاف لايف؟ 24 ساعة صح؟ فبتضالي 500 250 125 62.5، 1 2 3 4، باقي 31.25، 5. تعال اجمع من هنا، اجمع هذا كامل، 500 زائد 250 875 لهنا صح؟ 875 زائد 62.5 968.75. تعال اقسمها على 1000 اللي هي الجرعة الكلية، بوينت 96 وكم؟ 8. طيب اضربها في 100 عشان تطلع نسبة، تطلع 96.8. وانا قلت لكم 5 هاف لايف تخرج لك ما نسبته 97%، فعشان كذا تقول تقريبا تساوي كم؟ 97%. القاعدة رقم 2، تحتاج الى 7 هاف لايف عشان تخرج ما نسبته 99% من الدواء. ولأي دواء بأي تركيز
لأي هاف لايف، واضح؟ ما وش داعي نحسبها، روح أنت حسبها في البيت. 97% من ليش؟ من الدواء، واضح كذا؟ أنا مش قلت لكم الهاف لايف عندي هو إخراج نصف جرعة الدواء من الجسم؟ طيب إحنا شرحنا كيف يتم إخراج الدواء من الجسم لجرعة واحدة. طيب لما نأخذ المالتيبل دوز، طيب 100 ملي جرام يا شباب، لو مريض ضغط وبيأخذ 100 ملي جرام، هو مش بيأخذ كل يوم حبة؟ طيب تعالوا شوفوا إيش بيحصل. 100 ملي جرام بعد اليوم الأول بينزل الدواء لكم؟ والمريض ملتزم ما شاء الله بيرفع جرعة ثانية، يصير معي التركيز 50 الباقية في الدورة الدموية والحبة اللي أخذها اليوم الثاني 100 زائد 50 كم صير؟ 150، وبالتالي بيرتفع التركيز شوية، كان هنا 100 بيرتفع إلى 150، بعدين تنزل له 75. طيب 75 ما زالت في الدم و100 أخذها اليوم الثالث 175، نصها 87.5، 87.5 في الدم و100 أخذها اليوم الرابع 187.5، وهكذا بيمشي الوضع. بيصير التركيز 200 ملي جرام وبينزل كم؟ 100. والمريض اليوم السابع الثامن كم بياخذ؟ 100 زائد 100، 100 في الدم و100 بياخذها من خارج، كم تصير؟ 200. وبعدين كم تنزل؟ 200. خلاص هذا اصبح اسمه ستيد ستيت. ايش ما اعطيش من اول يوم حبتين واقول اليوم الثاني خلاص واصل، فبتصير بالضبط من كذا 200 100 200، وبعدين ياخذ اليوم الثاني حبه بس 200 100، وصرنا تركيز من البدايه. لانه هنا كم يحتاج انت عشان توصل الى 97% من هذا التركيز؟ تحتاج 5 هاف لايف، نفس القاعده الاولى، بس كان القاعده الاولى الاخراج، هذا لتراكم الدواء. 5 هاف لايف عشان توصل ل 97، بينما تحتاج الى 7 هاف لايف عشان ايش؟ توصل ل 99% من الستدي ستيت. قال ليش ما نعطيش 200 من البدايه؟ طبعا هذه لو اعطينا 200 اسمها لودينج دوز، بينما الأولى كان اسمها ماينتننس دوز، الجرعة المحافظة والجرعة التحميلية. ليش ما نعطيش؟ طبعا في الحقيقة احنا نحتاجها في بعض الحالات، بدل ما خلي المريض ينتظر 7 أيام عشان يوصل للتركيز هذا، 7 أيام أعطيها قسمها لودينج دوز. طيب ليش ما أعطيش من البداية مثلا؟ أحيانا الجهاز الهضمي ما يتعودش، أنت تشي تعمل تعويد للجسم حبة حبة، ممكن إذا أخذ حبتين من أول يوم يجيله غثيان وغاستريك أبسس، فبالتالي ممكن المريض يرمي بالعلاج يقول لك يا خليني بس قدنا على مرضي، لكن بداله حبة حبة عشان يبدأ يعود الجسم إيش على الدواء لما يوصل التركيز بنفسه لكام؟ لـ200 ملي جرام. وأحيانا نحتاجها، أحيانا إيش نحتاجها؟ لو كانت الحالة تستدعي ذلك، مثلا شخص عنده سيفير إنفكشن، يعني عدوى شديدة مثلا، إنفكشن عديدة بكتيريا، فبالتالي يقول لك بدل ما أجلس أخلي المريض يشقي على 500 ملي جرام خليني أعطيه حقنة 2000 ملي جرام في الدم، وبعدين أخليه يعطيه تابلت، مثل ما يحدث في العمليات، يعطوه 3 أيام في المستشفى بعد العملية حقن، وبعدين يعطوه أورال عن طريق الفم، فبالتالي معك تركيز كويس في الدورة الدموية، أنت حافظ على هذا التركيز، حافظ على إيش؟ هذا التركيز. هذا اللي هو الستيد ستيت، كذا شرحنا نكون واضح إن شاء الله؟